بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن المحاضرة 41 من محاضرات دورة اليوتي، وفيها هنتكلم عن المواد الماتيريالز والشيدرز، يعني عن المواد بشكل عام. أول حاجة يا جماعة، يعني إيه ماتيريال؟ الماتيريال عبارة عن المادة اللي أنت بتديها للكائن، اللي هي بتحدد شكل الكائن عن طريق تخصيص تكتشر ليه. يعني احنا لو بصينا هنا مثلا، لو حطيت على الكائن دوت مثلا تكتشر خشب يطلع زي الخشب، لو حطيت عليه تكتشر بتاع ستون يطلع زي ستون اللي هو الحجر يعني، لو حطيت عليه مثلا تكتشر بتاع حاجات زي الارض كده بيطلع زي الارض مشققه مثلا، لو حطيت عليه تكتشر بتاع لافا اللي هي النار زي كده بيطلع بشكل ده. يبقى الماتيريال اللي انت بتعملها هي عباره عن الجلد اللي انت بتحطه على الكائن دوت، وبتحدد شكل الكائن دوت عن طريق تخصيص تكتشر ليه، تمام كده؟ طيب ايه الشادر؟ الشادر عباره عن جزء من الماتيريال، تمام كده؟ وعلى الاقل لازم اي كائن انت بتشتغل عليه لازم يكون له نوع معين من الشادر، تمام كده؟ طب الشادر ده فايدته ايه؟ ان هو بيديك الاحساس بتاع الماتيريال، هل هي مثلا حاجه زي خشبيه لامعه زي كده، حاجه مثلا زي الماربل مثلا، او الحاجه اللي هي مثلا الدهان بتاع الحيطه، حاجه مثلا معدنيه زي كده. المهم ان الشادر حاجه مثلا معدنيه بس فيها خدوش والكلام ده كله. فالشادر هو عباره عن جزء من الماتيريال بس عشان يديك الاحساس ده. هتلاقي دايما في اليونيتي في حاجات خاصه بالشادرز، تمام؟ زي الستاندرد شادرز وزي الستاندرد سبيكولار وامثله كتيره من الشادرز اللي موجوده داخل اليونيتي اللي انت ممكن تستخدمها. الشادر داخل اليونيتي يا جماعه برضو بيكتبوه، يعني انت ممكن لو انت ما عجبكش شادر مثلا معين من ضمن المرتبات المعينه اللي نازله، انت ممكن تعمل شادر خاص بيك بلغه اسمها الشادر لاب، موجوده داخل اليوتي ممكن تستخدمها علشان تعمل شادر خاص بيك انت، تمام؟ بعد كده في حاجه اسمها التكتشر. كلمه تكتشر يعني الصوره اللي انت هتستخدمها عشان تحطها على مين؟ على الاوبجكت. الصوره اللي انت هتستخدمها عشان تحطها على الاوبجكت، يعني ممكن تستخدم صور خشبيه زي كده، صور معدنيه، صور نويدز، سواء مش عارف عامل ازاي، دي عباره عن تكتشرز. عباره عن ايه تكتشر؟ واليونتي بيستخدم حاجه اسمها اليو في دبليو او اليو في باب تكنيك علشان يحط الصوره دي على الاوبجكت نفسه. لو انت بص كده ادي المكعب اهو، وادي الصوره، تمام كده؟ بتطبق على المكعب بحيث ان هي تديله الشكل بتاعه. ادي السفير اهو، وادي الصوره بتاعت الكره الارضيه اللي هو تشرف على الكره الارضيه، بيتطبق كده على السفير بحيث ان هو يديله ايه شكل الكره الارضيه بشكل ده اسمه ايه تكتشر. هي الصوره نفسها هتتحط على مين؟ على الاوبجكت. لو احنا مشينا شويه تاني كده برضه في نظام اللي هو نظام الالوان اللي هو الار جي بي، معروف كلنا نظام الالوان ان انت عندك اللون اللي هو الاحمر والاخضر والازرق وانت بتخلط ما بينهم فبيديك كل الالوان اللي انت عاوزها، ده اسمه نظام الار بي جي. في نظام تاني اسمه الار بي جي اي اللي هو ريد جرين بلو، بعد كده حط قناه هي الفا، وفي الحاله ديت انت عندك الثلاث الوان الرئيسيه اللي هو الاحمر والاخضر والازرق، واللون الاسود بيظهر شفاف، اللون الابيض بيظهر شكل الصوره. فدي بتستخدم مع الحاجات اللي بتستخدم، يعني بتستخدم حاجه اسمها ترانسبيرنسي اللي هي شفافيه، فبيضيفوا قناه اسمها قناه الفا عشان الحاجات اللي فيها شفافيه تبقى شفافه اعلى. ده اسمه الار بي او الار جي بي اي، تمام؟ بعد كده في حاجه اسمها النورمال مابس، حاجه اسمها النورمال مابس. كل دي عباره عن مفاهيم انت بتفهمها بس علشان لو قابلتك داخل اليونتي مثلا تبقى فاهم المقصود بيها ايه. النورمال مابس دوت زي كده، لو انا افترضت ان انا عندي الشكل بتاع الحجر دوت يعني زي كده، بس انا عاوز ادي ارتفاعات وانخفاضات والكلام ده كله على الشكل، فانا بستخدم حاجه اسمها النورمال ماب بتبقى بالشكل دوت، فبتدي الارتفاعات والانخفاضات على ايه؟ على الشكل، بطريقه سلسه وبسيطه وبدون تكلفه في الذاكره، ده اسمه النورمال ماب. نفس الكلام هنا، بصوا كده لو انتم شفتوا مثلا الشكل بتاع الكاركتر دوت، تمام كده زي الهوك ده، بتحط مثلا تكتشر معينه وبعد كده في تكتشر تاني بتدي تفاصيل تانيه على الجسم، فبتبقى النتيجه زي ما انت شايف بالشكل ده اللي هي النورمال ايه؟ النورمال ماب او الواير ماب مثلا، تمام؟ فالنورمال ماب بتديك ارتفاعات وانخفاضات على الاوبجكت بس عن طريق تكتشر اسمها النورمال ماب اللي هي بتبقى بشكل ايه؟ بشكل. في بعد كده حاجه مفهوم اسمه مفهوم الكونتنت اند الكونتكست. الكونتنت اند الكونتكست معناه ايه؟ معناه ان انت عندك في ماتيريال ثابته اهي، تمام كده؟ موجوده فين؟ على الاوبجكتس اللي عندك دوت.
لكنها بتتغير مع تغير الشكل العام او البيئه العامه. يبقى الكونتنت اللي هو الاوبجكت والكونتكست اللي هي البيئه العامه اللي هي فيها اضاءات زي كده، كل ما بتختلف البيئه العامه والاضاءه العامه بتعكس اختلاف في شكل التكتشر الموجود على الاوبجكت نفسه. ده اسم الكونتنت عند الكونتكست، او مفهوم الكونتنت عند ايه عند الكونتكست. نيجي بعد كده في هي حاجه اسمها الجلوبال ايلومينيشن. والجلوبال ايلومينيشن معناها الاضاءه العامه بتاعت المشهد، وان ازاي الضوء بيسافر في المشهد من كائن لكائن عشان يعكس حاله معينه او مود معين من الاضاءه بيتحكم فيه الجلوبال ايلومينيشن. الجلوبال ايلومينيشن اصلا من الحاجات الموجوده برده في اليونيتي اللي انت ممكن تظبطها وتخليها موجوده او مش موجوده على حسب ما انت ايه شغال. المهم ان هو مفهومه الضوء بيمشي ازاي من اوبجكت لاوبجكت لاخر السين عشان يعكس الحاله العامه للاضاءه، ده اسمه الجلوبال ايلومينيشن. اخر حاجه عندنا اللي هي الفيرتكس ليت والبيكسل ليت. الفيرتكس ليت بمنتهى البساطه ابسط انواع الشادرز الموجوده، تمام كده، اللي هي ما بتديش يظل، يعني الاوبجكت بيتحط عليه حاجه لكن موضوع الظلال بيتحسب زي ما بيقولوا بيتكنسل شويه، تمام كده. لكن البيكسل ليت موضوع الظلال محطوط في الحسبان، تمام كده، وبيعتبر شيء اساسي للاوبجكت. يعني الاوبجكت مثلا لو سطر عليه ضوء يبقى فيه ظل، لو مطبع على الماتيريال برضه بيبقى فيه ظل، فموضوع الشادرز محطوط في الحسبان لما تيجي تعمل انت الماتيريال ده، تمام. برضه في حاجه اسمها الفيزيكال بيست شيدنج، وانت ممكن ما تشوفهاش قوي يعني، بس هي يعني الماده نفسها بتتحسب على حسب خواصها الفيزيائيه وبتترندر على اساس كده. ده برضه يعتبر مفهوم انت ممكن تقابله اللي هو فيزيكال بيست شيدنج، فمش هتكلم فيه كتير، بس دي المفاهيم اللي احنا يعني عاوزين نعرفها قبل ما نطلع في موضوع الماتيريالز على الشادرز، بحيث ان انت وانت شغال لما يجي لك مثلا مصطلح من ضمن المصطلحات زي اللي احنا شفناها دول تبقى انت فاهم معنى المصطلح ده. بكده نكون خلصنا الحلقه ديت، وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى كل كلامنا عن الماتيريالز وازاي نعملها داخل اليونتي وازاي نشتغل عليها داخل اليونتي، تمام كده. وبرده تبقى عارف ان انت يعني خلصنا جزء الفيزيكس لحد ما خدنا الهينج جونز المره اللي فاتت. اذا عجبتك الحلقه يا ريت تعمل لي كومنت او لايك او شير عشان تستفيد منها، واذا عجبتك القناه يا ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناه عشان نوصل ل 10000 مشترك واكون ليك من الشاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي الراجل الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.